حدث احد المشايخ بالتلفزيون يوم الجمعه بتاريخ 12/6 يقول ان الانسان اذا قضى الحاجه وتشر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام بل انه مكروه. افيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ما هو ان يقول هذا عالم؟ هذا جاهل. ما يقول هذا عالم. رشاك البول نجس. اذا اصاب ثيابه رشاك البول وجب غسل البول. واذا اصاب رجله غسلها. وهكذا اذا اصاب شيئا اخر النبي عليه الصلاه والسلام يقول استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. استنزهوا من البول. ويقول اكثر عذاب القبر من البول. هكذا صح عنه عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى اما احدهما فكان لا يشتد من البول وفي غير لا يتنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. دل على ان عدم التنزه من البول من اسباب العذاب. وهكذا المشي بالنميمه بين الناس يتكلم يروح بين الناس يقول فلان قال فيكم كذا فلان قال فيكم كذا يسعى بين الناس بالنميمه حتى يشوش عليهم وحتى يثير بينه الشحناء والعداوه والعياذ بالله. هذه من الكبائر العظيمه. فالبول يجب التنزه منه ولا يجب التساهل فيه. اذا علم انه طار من بوله شيء على ثيابه او على انائه في وسط انائه او على رجله صب عليه الماء. نعم هذا بيجمع المسلمين ليس فيه